من 9 أيام انقتلت الصبية سارة سليمان لما شاب متهور أطلق النار بطريقة عشوائية بمدينة زحلة وأصاب رصاصه بنت الـ 24 سنة. سارة ماتت، بس في 5 أشخاص بفضلها رجعت لهم الحياة بعد ما انوهبوا أعضاءها. خبر وهب أعضاء سارة تقابل بكتير من الترحيب من المجتمع اللبناني، وكان تذكير إنه هالمجتمع واعي كفاية، وشريحة كتير كبيرة منه بتشجع وهب الأعضاء وبتتفاعل معه بإيجابية. بس كيف رح يتفاعل هالمجتمع ذاته لما موضوع وهب الأعضاء يتحول لبيع أعضاء؟ صريح القانون اللبناني بمسألة نقل الأعضاء البشرية من شخص لشخص، المرسوم الشرعي رقم 109 صادر سنة 1983 بيسمح بوهب الأعضاء البشرية وفقاً للشروط التالية: أولاً، أنه يكون الواهب أتم 18 سنة. ثانياً، أنه يعينه الطبيب ويفسر له أخطار الجراحة. ثالثاً، أنه يوافق الواهب خطياً وبملء إرادته على إجراء العملية. رابعاً والأهم، أنه يكون أعطاء الأعضاء على سبيل الهبة المجانية غير المشروطة، يعني البيع ممنوع. بس هل هالنقط الأربعة موجودة عند مجتمعنا؟ وقديه معقول الظروف المادية الضيقة تدفع بشخص ليعرض حاله لخطر جسدي وقانوني ويقبل ببيع عضو من جسمه مقابل المال؟ نحن اختبرنا، والنتيجة رح تشهدوا عليها صوت وصورة. قبل مستشفى الجامعة الأمريكية ببيروت صفينا سيارة تابعة لفريق العمل، فيها كان قاعد محمد بدور الشيخ الخليجي اللي ابنه مريض كتير وعايز كلوة ومستعد يدفع مبلغ كتير كبير من المال للشخص اللي بيقبل يعطيه كلوته، وزميلنا ناجي عم بيمثل دور الشاب اللبناني اللي عم بيرافق الشيخ وعم بيدبر له شريه للكلوة. ناجي بيصير يبرم على هالناس الفايتين على المستشفى او الطالعين منه ويعرض عليهم الموضوع. يعطيك العافية، كيفك؟ ايش الحال؟ علمني، في عنا الشيخ من السعودية عنده ابنه هون مريض بمستشفى الجامعة الأمريكانية، بده حدا يتبرع له بكلا بيدفع حقه 100,000، بهمك الموضوع؟ 100,000 دولار يا أخوي. أول شخص قبلني بلا ما يفكر بالموضوع رفض. صحتك كيف أول شيء؟ تمام تمام تمام، ما بتشتكي من شيء أمراض؟ طيب. شخص تاني التقينا فيه عنده ابنه هون بمستشفى الجامعة الأمريكانية بحاجة لكلوة، تتبرع له بكلوة بتاخد 100,000 دولار والزلمة جاهز وكاش. أرجوك ولدي يموت، تدريش يعني ولدي يموت؟ والزلمة فلوس وكاش، هلأ بدفع لك رعبونة. شيخ وين الرعبون؟ أبشر أبشر، هاي فلوس بس يا أخي أبغي ولدي. تينا شو؟ عملية ساعتين شلو، لا فيك تعيش بكل وحدة يا أخوي. أتوصل إليك أبو سريرك، أنا لو أقدر أعطيك. ولدي يموت ولدي يموت، ما حد يسفيني. حديث محمد أثروا لهالشاب. عندي فلوس ما عندي ولد. والله يا عمي انا معه يا زلمه، بس انه والله ماما انت عندك كلوتين، اذا شالوا لك كلوه بضل لك كلوه عادي بتعيش فيها عادي، شو المشكله يعني؟ متعاطف مع الشيخ بس مش قادر يقبل. عمليه ساعتين بالجامعة بيعمل لك العمليه، شو بهمك الموضوع؟ خلص يلا خير. بس في شيء 3 4 5 تحت اللي بيشتغلوا بقعك وهيك بجيب اسالهم، انزل اسالهم هلا من شو. حتى عرض يساعد تعاطفا مع البي وابنه. لا ما يريد الزلمه، يمكن ما يقدر. يا اخي اتوسل اليك اتوسل اليك، ما يقدر ارجوك. عمي والله العظيم لو اني ما خلص نصيب. تتبرع له لابنه بكلوه ب 150 الف دولار بدفع حقه. ابنه هون بالجامعه الامريكانيه. مين هو؟ للشيخ ابنه بالجامعه الامريكانيه عايز كلوه، تتبرع له كلوه. ولدي يموت. من وين الشيخ؟ من الامارات. ولدي يموت، تتبرع له بكلوه. اسمع لك بقديش؟ 150,000. قول الله شو؟ 150,000 دولار. مليونين دولار ما ببيع كلوتين. ما عندك كلوتين؟ شو في اغلى من حاله؟ والله خلى لك كلوتين. عندنا الشيخ من الامارات. ايه نعم. ابنه هون بمستشفى الجامعه. السلام عليكم. عنده كلوي مضروبين يا حرام. نعم. حدا بتعرفوا حدا شيء يتبرع له بكلوه بيدفع له حقه 150,000 دولار؟ وحد الله يا رجل. فالانسان بيعيش بكلوه واحد. والله متوقعين كنا رفض الناس، الانسان صحته غالي وعرض ناجي مش مقبول. ما فينا. لو سمحت يا اخي، لو تعرف حد كلمة. يعني حرام بدفع له الزلمه اللي بده اياه. صعبه. ايه صعب كثير، اعوذ بالله. يعني والله على راسي، يعني احنا وفين نخدمك بنخدمك. انا شو عم بقدر عم بعمل؟ اعطيني رقمك. خدره لو سمحت اخوي. 70. لو سمحت اي حد يبي يكلم ناجي لو سمحت. الشيخ
ابنه هون بمستشفى الجامعة. ايه تمام. عنده ابنه بعيد عنك فشل كلوي. اوكي حبيبي. بده حدا يتبرع له بكلوي ويعطيه حقها 150,000 دولار. والله فيك تعطينا كلوي من عندك؟ والله يا حبيبي ليه؟ والله يا ما بتعيش بكلوي ثاني. لو سمحت اخوي. ما الانسان بيعيش بكلوي وحده يا راجل. حرام. يا رجل والله والله لو سمحت يعني فلوسه جاهزه كاش. وين فلوسك شيخ؟ والله يعني دغري يعطيك مصاريك. وين فلوسك يا شيخ؟ مخبينا مخبينا بلكي لا سمح الله. لا لا تخيي لامي ما بتعرف يعني ايام يعني. رافض جديد وحجه جديده ومنطقيه اكثر. يا حبيبي الله يشفي لك يا وعافي لك يا حبيبي. الله اعطاني كل شيء كل شيء ممكن. وان شاء الله ما في سبحان الله ما تبون هذا ما قد ما اعطى يعني اذا ما الله بده ياخذ منه. خيرك مشكور اخوي حبيبي. الله يطول عمرك. الله يشفي لك عافية يا رب. مشكور بعد الفاصل. يوم تكون جاهز انا ما عندي. بس مشكور يا امي. وين امك؟ بالضيعة. رجعنا معكم باختبار في ناجي عم بيقصد الناس المارقين بالحمرة ويعرض عليهم يشتري منهم كلوتهم لابن شيخ خليجي. الكل قبل الفاصل رفض والاختبار مكمل. مرحبا. شخص جديد كان مارق. الحال لك في هون معي أمير سعودي هذا اللي بالسيارة هذا اللي هونيك عنده مريض هون بالجامعة الأمريكانية بده حدا يعطيهم كلوة وبيعطوهم قبيلة 100,000 دولار. همك الموضوع؟ عرفناه على الشيخ. شيخ طال عمرك هاي الشاب عم بحكي له القصة بهمك على 100,000 دولار. شيخ أكم تبغي؟ أعطي 150 يا أخي. أبغى أفتك كاش. وين الفلوس شيخي؟ حاضرين أخوي أعطيك الحين الحين كاش جاجة. عملي ساعتين. عم بيصغي لحديثه. شو هو الواحد كم له كلوة؟ عندك اثنين كلوتين كلوة هون وكلوة هون بعيش الواحد بكلوة. لو سمحت أخوي لو سمحت تنقذ طفل طفل الحمد لله خير الله كثير. عادل عم بيلعب له على عواطف. هذه خدمة إنسانية. شو؟ لو سمحت هي امتى العملية؟ العملية هلا انت تقول ايه جاهز للعملية هلا دغري بنحكي المستشفى بنحجز لك تخت دغري. الهيئة عجبته الفكرة. بكرة انت بدك يوم تكون انت. جاهز انا ما عندي اي مشكلة. احكي امي. وين امك؟ بالضيعة. وين بيها؟ هون بعكار. بعكار ايه بس انا نايم هون ببيروت. بس احكيها تليفون ايه زي ما مشكلة نصير كلنا عند امك. ما بدك بنطلعك سيارة الشيخ على راسي يا اخي. بس لا ما يخالف تليفون يخالف. خلي رقمي معك انا. طب اعطينا رقمك انا بدي اقول لك. بدقايق كثير قليله هالشاب وافق واعطانا رقمه. طيب بعد قد ايه بحكيك؟ كني بعد شي ساعتين. بعد شي ساعتين. وين ساكن هون قريب انت؟ ايه انا هون ببرج حمود. ماشي. راح على اساس يطلب رضا امه. وبعد اقل من ربع ساعه ما لقيناه الا راجع وجاهز يباشر بالموضوع. شو؟ مش الحال؟ ها؟ يلا دق لشوف العملية أنتن بيقدر يستقبلونا؟ الحمد لله خلص إجا حيتبرع لي الحين ناجي بيضبط لك كل شيء. شفت شيخ إنه بعد فيه ناس بتعمل خير؟ جزاك الله خير. شفت إنه بعد مشكور. فيه ناس طيبين؟ وهون اضطرينا نخبره. نحن برنامج اسمه مش أنت نعمل اختبارات اجتماعية. نحن هذا الاختبار لنشوف قديش العالم بتحب تساعد وأنت طلعت من هالأشخاص. برافو عليك. خلاصة هالاختبار لما كتبنا على أجندة البرنامج فكرة إجراء تجربة من هالنوع كنا حاطين بتوقعاتنا أنه الأغلبية رح يرفضوا أو ينتفضوا أو على القليل ينأزوا من فكرة بيع كلوتهم. وهيدا اللي صار. كمان ما مننكر توقعنا ولو بأمل قليل نصادف ناس يوافقوا على الموضوع. بس سرعة قبول هالشخص والسهولة بإقناعه واندفاعه الكبير لبيع كلوته هن اللي ما توقعناهم. أكيد الظروف الصعبة هي اللي خلت هالشخص يوصل لهون، ولكن هدفنا من التجربة مش استغلال الناس المعطرة، إنما توعية المعنيين بلبنان على إنه بيع الأعضاء موضوع خطر وعم بيصير ولازم له معالجة جدية. تسمعوا كتير إنه بلبنان بيصير في عمليات غش بحق السواح الأجانب. القطع بتنباع للبناني بسعر وللأجنبي أو سائح بسعر دوبل وتريبل. بس شي مرة شهدته شخصياً على حادثة من هالنوع؟ إذا لا شوفوا واسمعوا كيف تصير الأمور. ناجي وعادل هن المسلين بهالاختبار. ناجي شاب لبناني بنقي من هالسوق بايع وبيسألوا عن سعر قطعة معينة. البايع بيعطيه سعر. بيرجع عادل
الممثل اللي عم بيلعب دور الشاب الخليجي بيقصد البيع ذاته وبيسأل عن سعر القطعة ذاتها. أقولكن البيع اللبناني رح يستغل إنه عاد الخليجي ويزيد سعر القطعة. مرحبا، شو الأسعار معلم؟ تفضل. هذا كوبي شو؟ 1 2 كوبي 1 آخر شيء ب10 حيا. هذا كم أخوي؟ كم عن دولار يعني؟ 10 دولار. 10 دولار. خلينا نشوف بيع تاني. مرحبا، هاي الموبلون شو سعره؟ 40,000. كم هذي؟ هذي 5,000. زين مشكور أخوي، برد لك. شفنا كيف بمحلين الخليج انعطى سعر أغلى من اللبناني. قررنا نجرب الاختبار ذاته على شوفيرية التاكسي، لأنه منسمع كتير أنهم بينصبوا الخليجيين. ناجي ومحمد وقفوا نفس التاكسي على بعد أمتار من بعضهم وطلبوا منه تسعيرة لنفس المكان. تاكسي على الزيتون قديه؟ 10,000. لا هذا بخصمان. 4,000. لا 5,000. لا 3. تفضل 5,000. مشكور مشكور. مشكور ما تقصر. مشكور. شكرا. 5,000. لا يا اخي ما يمشي. مشكور. صفر. مشكور اخوي ما تقصر. قديه التاكسي على الزيتونة؟ 10,000. ابغى يصير فور سيزن. كم يصير هناك؟ 7 دولار. 7 دولار؟ شفتوا وسمعتوا الواقع الحقيقي لهيك موضوع. موضوع ايام التجار اللبنانيين باستغلال السياح ونصبهم بالاسعار. صحيح انه اختبارنا تصور بمطرح واحد، يعني النتيجة مش معيار بينبنى عليه، بس هالمطرح اللي تصور فيه هو نوعا ما أهم منطقة بلبنان، بيروت اللي بتجمع كل أطراف المجتمع وأهل البلد. يعني إذا بدنا نطلع باستنتاج أولي لاختبار التجار اللبنانيين، فينا نقول إنه اتهامهم بشكل عام باستغلال الأجانب في شيء من الظلم، وحتى القليل اللي غشوا كان غشهم خجول. لهون بتكون حلقتنا وصلت لنهايتها. لقونا الثلاثة الجاي بزيت الوقت بالحلقة الأخيرة من مش أنت لهالموسم، وبوعدكن إنه اللي رح تشوفوه من مواقف أكيد مش شايفين منه من قبل. من هلا لوقتها أنا ناطر تعليقاتكن عبر كل مواقع التواصل الاجتماعي على هاشتاج مش أنت. تصبحوا على ألف خير.